بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، أنا مريض بارتفاع ضغط الدم الشديد، والأطباء نصحوني بالإفطار في رمضان وقالوا بأن الصيام يزيد المرض، فبماذا تنصحونني وما كفارة إفطاري؟ ننصحك بأن تأخذ برأي الأطباء وأن تفطر خشية من زيادة المرض. الله جل وعلا هو الذي رخص لك، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأفطر ولا تصم. وإذا شفاك الله في المستقبل أو خف عنك الضغط واستطعت الصيام فإنك تقضي، والحمد لله.